طريق 48 وراه ضيق وديما فيه ديما فيه الحوادث وديما فيه الضحايا ولا غير طول راه يوم تغريب يومي ديما فيه المشاكل. المطالب تاعنا احنا لازمنا طرود. الطريق هذا رقم 48 اللي يربط ما بين الحمراية والواد راهو عاد مزرة عاد يشكل كارثة على المستعملين الطريق وراحوا الضحايا تاعه كما الحادث اللي فات 6 من الناس. نطالبوا الوزارة بالتدخل في أسرع وقت باش يكملوا الأشغال هذه اللي انطلقت عاد لها عام مازال ما كملتش.